السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم شباب وصبايا؟ رجعنا فيديو جديد، حلقة جديدة عن محاكي المزرعة، اللعبة الجميلة جدا اللي انتم بتحبوها، عن مود البناء. بعد الفيديو ان شاء الله راح نكمل اللي كنا عم نسويه بالفيديو الماضي، في عندنا شوية حاجيات راح نجهزها، لأنه في عندنا شوية ظروف، فلذلك ممكن الأسبوع هذا بتشوفوا فيديوهات بس من دون ما أطلع أحكي معكم، يعني فيديوهات عم نجهز الوضع وعم نظبط الأوضاع تمام، لكن لأني بالأسبوع اللي جاي راح نبلش نشتغل أو اللي بعده يمكن، كون جهزت الأمور الأساسية المطلوبة لهي المهم أو لهذا المود، كون جهزنا مواد مشان ما نشتري من المخازن بتعرفوا أنتو، فلذلك راح نجهزها، بعد ما نجهزها يعني اجهزها خلال الاسبوع هذا واللي بعده، وبعدين ببلش انزل لكم فيديوهات شلون بدنا نشتغل فيها. ليش؟ لانه في ناس سالتني انه وين المود هذا بدنا ننزله، ليش ما راح اعطيكم اياه؟ هلا في، هو موجود بملف الاكسل، بس راح اشرح لكم انا اكثر ايش فيهم. سليب، مين هي؟ والله البنت جميله، ها ليش كذب؟ ليكون زوجتي. زوجته ماني خبر، وهذا ابني. ولك كلب، ليش داق علي ذاك؟ كلب، كلب، ليش داق علي ذاك؟ بس مالك ملاحظ حالك قصير زياده عن اللزوم؟ يعني طلعت لك سكسوكه وقصيره القصر هذا. المهم، ففي بعض المودات ناقصه عم بحاول ادور لكم عليها، بس دبرتها او نزلت لان فيها مقلت شيء ما بعرف شو هي، لانه ما راح نقدر نسوي الشغلات راح نسويها بعدين، يعني بعد ما نجهز المورد نبلش نستفيد من الشغلات هي، ما راح نقدر لانه المودات هي ما موجوده عندنا، يعني في معدات ثقيله وفي شغلات جدا كثير راح افرجيكم اليوم جزء منها. بس انا هون لفت انتباهي، هون البنات ممكن لفت انتباهكم، يعني حتى البنات لفت انتباهها، خصوصا هي شو مطلع راسها بنص المي، يعني شو هيك واقفه بس كلها تمثال يا زلمه. بس هاي طلع شو مباركه، بشوف لي وين باركه. طب ممكن افهم انت وين عم تطلعي؟ طب بارك الله، هيك دخلنا هيك، هي بتطلع على الحيط هنيك، حلو. وهي وين عم تطلع؟ هي عم تطلع هنيك على ما وراء الجبال. المهم، فخلينا نروح على السيارات. لا مو هون ولا هون ولا هون، ايوه بنروح على هي السياره. طبعا انا هون في شغله تذكرتها قبل ما نروح نروح الشوب، لان اليوم راح نفرجيكم ما راح اكمل بالمزرعه، راح اكمل بغير مكان. ليك هاي عجب، هي بتكفي. طبعا كل حال خلينا نشتري وحده نشوفها، ان شاء الله كبيره تكفي، ان شاء الله تكون كبيره. والله يا معلم مالها كبيره، صغيره كتير. شايفين شلون هي صغيره كتير؟ في مود بتجي ايدها كتير طويله والتراكس كتير عملاق، فهذا التراكس كتير صغير، فهي احد المشاكل يعني. المهم خلينا نحمله على السياره اول شيء، ما عم يربطه ما بعرف ليش. المهم خلينا نروح نشغل الماكينات هون، نكمل زراعه العنب. هون الحرس، هون شو عم بسوي هاد؟ ونكمل الزراعة هون، اتذكرت شو نحن كنا عم نساوي. المهم هون عنا الحصادة كنا ماخدينها، لا صفيناها، نحن هون عم نستنى ليطلع المحصول تماما. طيب هلا بنروح على سيارة الشحن تبعت المي، وينها؟ ها هي، بدنا نروح نعبيها مي، وراح اخذكم اليوم على مكان جديد نعبي فيه مي، لأنه نحتاج المي ده بشكل جدا كبير، فلازم نعبي مي. بس وين كان مخزن المي؟ ايه بالأرضي ذكرت. طبعا هون حقل الزيتون، ايش هاد؟ ليش هيك؟ ايش هو؟ والله معلم هي بدها تعرف شو بدها دركسيون. طبعا يعني اللي عم يسالني عن محاكي الشاحنات، هي احلى محاكي شاحنات، شوف طلع شلون من دون لا محاكي شاحنات ولا شيء، مع انه محاكي الشاحنات يعني تحس هيك الميكانيكي تبعتها احسن افضل، بس يعني بنزل لكم ان شاء الله، كمان حاول انزل لكم فيديو خلال هذا الاسبوع، ننزل لكم عن محاكي قرب شوي، بنحاول ننزل لكم خلال الاسبوع هذا عن محاكي الشاحنات فيديو، من نحمل حملين ما بعرف شلون نسويها. طيب تمام، هاي كملنا، هلا وين بدنا نروح؟ طبعا قبل ما نمشي رح فرجيكم اشي مهم جدا، اللي هو هون اللي امبارح رحنا عليه، اللي هو هاد ال وينو؟ ال وين هاوس؟ هون وين هاوس رقم 4، بالوين هاوس رقم 4 اللي فضينا فيه المي للعنب، تذكرت، هذا طلع محل خمرة، تخيلوا يا اصدقائنا. المهم فاليوم راح نروح على مركز رقم 15، راح ننزل من الطريق هيك او ندخل من المزرعه من هون، نطلع هيك نروح عليها، نروح عليها من المزرعه، من المزرعه نمشي بالمزرعه، ونفضي لكم مكان وراح افرجيكم اشياء بومباستيكيه ان شاء الله اليوم، او مكان هيك جديد تتعرفوا عليه تفهموا اكثر شلون راح يكون مستقبل اللعبه. والله سياره سريعه 130 تمشي يا زلمه، قول تاكسي. مو سيارة شحن، بشت بشت نطالع الأصوات من دون افكتات، لكن عمي كانون واحد يقدر يطالع على اليمين وما بيقدر يطلع على اليمين ابدا. حلو وصلنا الى هنا، هون ايش راح نسوي يا معلم؟ هون منشرت حجر بدنا نعبي لها مي، بس عبينا لها مي، هي مثل انه هي بتحتاج المي لحتى تشتغل المنشرة. يب لا مو هون، وين هون؟ هون هون مكان نفضي المي، بس ان شاء الله بس مي ما بدها شيء ثاني.
قرب كمان كمان اشتغل. بقول وين راحت المحل التنزيل. فهمت ليش هون حاطين دبل مازوت، لانه هاي السياره مو مطوله لها دولاب جديد او شو يسموها سكس لعاب. المهم خلينا ننزل لجوا، انا لازم انا اجيب غير سياره، بس المهم رح ننزل لجوا افرجيكم اشي جوا واطلع بسرعه. بس يمكن بدها مازوت هاي، والله يمكن بدها مازوت. خلينا نرجع رني شوي، نفصل التريلا بالمره فوق، ما بدي ادخلها معي. الله الله على الشوفيريه. طيب ايش رح يصير هون؟ هون رح يطلعوا لنا طبليات مثل هدول، بس خلينا شو يكون نشوف المعمل اشتغل. لا ما اشتغل ليش؟ لك لا هي هون لغير شيء، طول بالك. تحت تحت، عم بقول ليش ما اشتغل انت وقت. طلع هون هون لما تحط المرمره تشتغل هي. هي غير شيء، هي غير معمل، هي بالمرحله اللي بعدها. هلا حاليا نحن لازم ننزل هيك. خلينا ندخل جوا كانك داخل مقهى حجر حرب نظامي. بعدين بتعرض. ما تبين علي شيء من البياض يا زلمه. شو هاد؟ ليك هاي هون هي اشتغلت. شايفين شمشة مضويتي ضوء احمر؟ طلع حطيت فيها 25000 لتر مي، ما ضل منها غير 1500. شوفوا هون حطينا 25000، شلون هيك 58000؟ غلط، هون طلع معي 1500، عفوا 1515. طبعا ايش راح يصير هون؟ تعب السيارة تبعتي، بس لازم يكون في وحدة تانية معناته. يب لازم يكون في وحدة تانية لأني هون. إي مظبوط اللي عم تطلعوا المي، مظبوط مظبوط مظبوط. شوفوا يا سادة الكرام إيش في هون صاير. طبعا هلق هي طلعت وزنها 1555، بدها تضل تكمل حتى تصير شقد يمكن 30000 أو 40000 هيك شي تقريبا. يعني لازم رجعت بعد نص ساعة رح ألاقي هذا الإشي تكمل، فلذلك رح أترك السيارة هون مشان أقلب بسرعة وأورجيكم إياها. خلينا نروح نكمل نشيك على المزرعة. خلينا ندور، طبعا هو مو لازم ندور، ولا في مكان ثاني لازم نروح عليه، بس المشكلة حاليا بدنا موارد كثير، فلذلك رح نروح إلى ذاك المكان نفسه. تو تو بس ما تطب بس طب 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 الا عن شرفك. ليش طبيت يا زلمه؟ ما بتربط. حسبي الله ونعم الوكيل. اربطي اربطي المطي ما ربط. طيب حناخذها لوين هنلقى هي؟ سؤال جميل، وين رح ناخذها؟ توبة كيف بدنا تريلا من غير نوع؟ هاي تريلا ما تزبط مع ابوه سحليت سحلت معاك فيهم عنب وزيتون سحلت معاك فيهم عنب وزيتون. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.